Ok. Donc, il m'a démarré avec des rappels à la chnouchna, celle d'avant. Ou après, nous commençons le modèle quantique. Ok, le modèle quantique, ou l'air je vous fais la conception, je disais, des atomes. D'accord? Donc, intérêt, je peux te résumer sous forme de tableau. Donc, nous avons les niveaux d'énergie. Ok, donc بالنسبة للهيدروجين نمشي غير بشوية نعطيكم جميع لي فورمول اللي استعملها لحد الآن. بالنسبة للهيدروجين قلنا لو نيفو دينيرجي او ان كيتكتب على شكل ياش، كل عقل على فورمول قلنا هي ناقص 13.6 على واحد لو نونغ كوانتيك ان او كاري. اوكي دونك هاد ان سي ان اونتي مالو كي ديفيرون زيرو، يعني ابارتير من الان كنبدا الحساب سينو غيكون عندك مشكل في انتيغرال زيرو. وهنا الانرجي راه بالالكتروفول، دونك فاش كتستعمل هذه العلاقه اللي فيها ناقص 13.6 راه اوتوماتيكمون كتسيبوزي بالانرجي اون الكتروفول. سي بون. بالنسبه للعناصر الثانيه اللي شلنا النيفو دينيرجي ديالها كيتسموا لي زيترو جينويد. اوكي دونك شنو كنا بينا الانرجي ديال لي زيترو جينويد؟ قلنا هي ناقص 13.6 على ان او كاري، تقريبا كتشبه الهيدروجين ياك. وفاش خصني نضرب واحد زائد او كاري بيان سيغ، حتى هنا الانرجي الي اون الكترو فولت. سي بون. بالنسبه لي زاتوم لورد، دونك هنا غادي نحط غير لا فورمول ابخي، غادي يعني باش نوصلو لها في الموديل ديال سلاتر. دونك غنحط غير لا فورمول بالنسبه لي موديل لي زاتوم لورد. لي نيفو دينيرجي غادي يبقى يتكتبو على هاد الشكل، او ان تقريبا كتشبه نفس لا فورمين ديال الهيدروجينويد ناقص 13.6 على ان او كاري، غير هنا الزاد خصني نقص منها واحد السيغما، غادي نشوفو هاد السيغما شنو هو. اوكي وهنا بيان سيغ تاعنا الانرجي الي اون الكترو فولت. الا سولتكم شنو هو ان هيدروجينويد، يلا خص هاد لي سيونس هادو لي زيدون خصهم يكون فيهم شويه تفاعل. هادشي علاش زيدوهم انا غير باش نعرفو لو نيفو ديال كل واحد. شنو هو هيدروجينوي؟ انا عيطو سميات نسالي اللي طالعه مسيا كيكون عندهم ان سول الكترون، اللي عندها ان سول الكترون. اوكي ان سول الكترون داكو. الكربون واش يمكن له يكون كيساوي، يمكن لنا نردو هيدروجينويد ولا لا؟ لاتوم ديال الكربون، الكربون كنعرف فيه 14 الكترون. الا بغيت نرد الكربون هيدروجينوي شنو خصني ندير؟ دونك عندي الكربون عليه 14 الكترون، الا بغيتو نخدم عليه هذا لو موديل ديال الهيدروجينوي شنو خصني نطير منه 13 الكترون، نخلي غير فيه غير الكترون واحد. اوكي دونك الهيدروجينوي راه اي اتوم كيما بغات تكون يمكن لي نردها هيدروجينوي، غير خصني نحيد جميع لي زيكتون ونخلي غير واحد كيدور عليها. سي بون. اما النوايو ما كنهضرش عليه، النوايو شحال ما بغا يكون من بروتون شحال ما بغا يكون من نوترون ماشي مشكل، المشكل غير لي زيكتون. اوكي الليثيوم اللي فيه جوج ديال لي زيكتون الا بغيت نردو هيدروجينوي، دونك الليثيوم كنعرف فيه جوج ديال لي زيكتون، الا بغيت نردو هيدروجينوي شنو خصني ندير؟ خصني نقص منه ان الكترون، يعني غادي يولي دونك هذا سي ان هيدروجينويد ال اي بلس، يعني الليثيوم نقص منه جوج ديال نقص منه ان الكترون غادي يولي هيدروجينويد. داكور دونك نامبورت كيل اتوم يمكن لي نردها هيدروجينويد الا حيدت لي زوطخ. دونك هنا نسيت ما هضرتش عليها، هذا قلنا الموديل ديال سلاتا غادي نشوفوه من بعد. اوكي دونك هيدروجين بور سيرو مزيان الهيدروجين هيدروجينويد، وسلاتير غادي يدير واحد لا موديفيكاسيون على الموديل دو، غادي نشوف شنو هي لا موديفيكاسيون، هي هاد السيغما اللي غادي يزيد هنايا باش نفسر لي زوطخ اتوم. حيت دابا فين باقي ليا المشكل؟ باقي ليا المشكل في لي زاتوم اللي عندهم بليزيوغ الكترون. اوكي دونك لي زاتوم اللي عندهم بليزيوغ الكترون مازال ما شلنا كيفاش كنحدد هاد او ان هادي. شنو كنا شلنا عاوتاني؟ شلنا ليكسيتاسيون ولا ديزيكسيتاسيون ديال واحد الاتوم، ياك شلنا ليكسيتاسيون et la désexcitation excitation des atomes.
OK. Donc شنو قلنا فوقاش كتكون عندي اكسيتاسيون دونك قلنا نسميها اكسيتاسيون par absorption du photon donc ou la par lumière par absorption de la lumière ou la de photon c'est le photon ou la lumière ou qu'il y a une désexcitation par émission de lumière bien sûr. OK. Donc l'atome, il a précisé excité A, je ne sais pas là, عندي قلت لكم واحد النوايو, هذا النوايو كيدور عليه واحد الالكترون, كاين في ان سيرتان نيفو, دونك هذا N نسميه لو نيفو 1. Donc il a précisé une excité de l'atome, je ne sais pas si là, c'est là un photon. L'énergie ديال الفوتون كتعرفوها هي H nu d'après Einstein. وهذا الالكترون شنو غادي يوقع له؟ غادي يدوز لان نيفو سوبيريور. Donc, il y a une excitation. L'électron est en train de se faire. Une fois qu'il est là, il y a le premier niveau excité. Ok? Donc, il y a une absorption d'un photon d'énergie E. Et là, si vous voulez l'énergie E, on a le photon. L'énergie du photon, on a H fois nu. Bien sûr, il faut que deux atomes, le niveau. Donc, on a dit que c'est le niveau qu'on a dit. Donc, بالنسبه لي نيفو دينيرجي كنا كنزلهم بحال هكا ياك كنا كنديروا هذا قلنا ان ايكال 1 وهنا عندي ان ايكال 2 اوكي اولا نديروا حنايا كيلكونك شي بالضروره تكون ان ايكال 1 يعني سي بوزيبل ان عندي من ان ل بي من ان وهنا عندي بي اوكي الا سولتكم شنو هي لا ديفيرونس دينيرجي ما بين هنايا دلتا او دونك دلتا او قلنا هي او فينال يعني هي او ان ناقص او انيسيال اللي هي او بي سي بون يعني الالكترون ديالي الا بغى يدوز من هنا يطلع لهاد لهنا يعني الا بغيتي اكسيتي خصك تعطيه لينيرجي كي كوريسبون هاد دلتا او هادي يعني لينيرجي ديال هاد الفوتون هذا خصها تكون كتساوي دلتا او كي كوريسبون هاد لي دو نيفو سي بون وشنو هي الدلتا او قلنا هي او ان موان او بي او ان غادي نستعمل هاد لا فورمول اللي شلنا الفوق دونك هي ناقص 13.6 على ان او كاري بيان سور انا كنهضر على الهيدروجين ناقص 13.6 على ان او كاري و او بي شنو هي ناقص 13.6 على بي او كاري دونك غادي نلعب بلا فورمول شي شويه غادي نعمل بهذيك ناقص 13.6 شنو تجيني تجيني 1 سور بي او كاري دونك هذا هو لو دلتا او هذا كيتكتب على هاد لا فورمولا دونك باش الفوتون ديالي لي لينيرجي ديالو اش نو يطلع لك هذا الالكترون من لو نيفو بي حتى لو نيفو ان خص اش نو تكون كتساوي دونك هاد اش نو ديال الفوتون خص تكون كتساوي هاد ناقص 13.6 ان سور بي او كاري مو ان سور ان سي بون داكو والسبكتر اللي كنحصل عليه شنو كيتسمى السبكتر هنا واش السبكتر ديميسيون ديال لابسوربسيون شنو وقع شنو دارت لاطوم واش ابسوربات الفوتون ولا عطاتني فوتون دونك كنديرو الشيما ما كاين ما حسن الشيما ابسوربات ولا سير ابسوربات دونك هذا كيتسمى لو سبكتر دابسوربسيون اوكي دونك قلنا بان الالكترون في الاول كان هنايا كان هنايا شنو وقع له ابسوربا ان فوتون لينيرجي ديالو هي اش نو باش يدوز ليا لهنا دونك هاد لو سبيكتر هذا كيما قلت لكم كيتسمى لو سبيكتر دابسوربسيون مازال ما شفناش سبيكتر تاع دابسوربسيون مي تا هو كيشبه ليميسيون غير هذا كيابسور لاطوم كتابسور ما كتعطيني حتى شي انرجي وشنو قلنا الحاجه الثانيه هي لا ديزيكسيتاسيون باغ ايميسيون اوكي دونك كنحاول نكتبها من تحتها قلنا la désexcitation par émission. Donc, on dirait le schéma, le schéma, non. Ce n'est pas. D'abord, l'électron est en haut, il y a une fois le niveau N. Ce n'est pas. Et après, il y a un peu de temps.
دونك فاش يبغي يهبط لتحت شنو غادي يعطيني؟ يعطيني ان فوتون، والانرجي ديال هذا الفوتون هي اشني نيت عاوتاني. اوكي دونك هنا لاطوم شنو عطى؟ واش عطاني المياه ولا ابسوربات لها المياه في هذه الحاله هذه؟ عطاتنا لا لوميير. دونك هذا غنسمي ان سبيكتر ديميسيون، هذيك اللوميير كيتسمى لو سبيكتر ديميسيون. وحتى هنايا الانرجي ديال الفوتون شحال خاصها تكون كتساوي؟ خاصها تكون كتساوي او ان ناقص او بي. دونك حتى هنايا او ني يعني الانرجي ديال الفوتون ديالي، يعني باش هاد الفوتون هذا اللي بغيت نعرف الانرجي اون فيت راه هي لا ديفيرونس. دونك نديرها بلا فالور ابسولي، هي دلتا او كي كوريسبون اونتخ لي دو نيفو. Donc en fait la lumière, la dolle que tu vois en dessous, en fait c'est l'excitation de l'électron. L'électron veut qu'il y ait un niveau qui atteigne la dolle que tu vois en dessous. Donc il y a une sorte d'interaction avec la matière ou avec la lumière. Donc c'est un module qui se met sur l'interaction lumière-matière. Il y a une sorte de lumière qui est dans l'univers, en fait il y a une sorte d'excitation de l'atome ou des excitations. Il y a une sorte d'alarme. دونك هنا جاوبت على واحد لا كيسيون فوندامونتال، مين جاني لا لوميير؟ هاد لوميير اللي كنشوف مين كيجي لا ريبونس هو اكسيتاسيون ديال واحد لاطوم ولا ديال واحد الالكترون ولا ديال واحد الايون ولا سي بون. دونك حتى هنايا هاد او غادي تكون هنايا. دونك هنا قلنا لو نيفو هادي وي عافاك علاش خدينا لا فالور ابسولو؟ حيت هنايا اش كنعرف بان اش كونستانت بلانك ياك، هي نورمالمون سوا تاخذ لا فالور ابسولي سوا خصك تحترم فاش دير او بي ناقص او ان. دونك نورمالمون هنا حتى هنا خصك دير او ان، حيت هنا دونك هنايا هنا ما نساش بان راه عندي ان سوبيريور بياك. دونك باش نعطيك الانرجي نيجاتيف داكو ميرسي داكو. سينو تعوضي نفس لا فالور هنايا، مثلا هنايا في الحاله الاولى شنو كانت عندي هنايا؟ دونك الحاله الاولى كانت عندي بي انفيريور ان، دونك هنايا بي وهنا قلنا عندي ان ياك. دونك هذه الحاله الاولى بي انفيريور ان. دونك هنا بلا ما عندي ما ندير لا فالور تاعي، حيت هذا الشيء غادي يعطيني نيجاتيف شي حاجه اللي هي نيجاتيف عطاني شي حاجه بوزيتيف. اوكي دونك دلتا او ايكال اش، حيت الانرجي ديال الفوتون راه بوزيتيف ياك، حيت اش بوزيتيف ولا فريكونس شي حاجه اللي هي بوزيتيف، دونك خاصها تعطيني شي حاجه اللي هي بوزيتيف. داكور دونك علاه درت لا فالور ابسولي باش نحيد عليه داك المشكل ديال النيجاتيف، ولا واش نكتب اب ان سور بي او كاري ولا ان سور ان او كاري ناقص ان سور بي او كاري. اوكي دونك هاد لينيرجي شنو كدير ليا؟ ايل بيرمي دو روتومبي، يعني كتخلي الالكترون دو روتومبي دو نيفو ان، كتخلي الالكترون يدوز من نيفو ان او نيفو بي. اوكي دونك شنا الانرجي كما قلت لكم ديال الفوتون هذه اللي دوني بار اينشتاين. اينشتاين هو اللي قال لي بان الانرجي ديال الفوتون كتساوي اش فوا نو، ونو شنو هي السي على لاندا. دونك كاين هاد لا فورمول، كاين وكاينه واحد لا فورمول كتسمى ديال هانت، ما عرفتش ديجا شفتوها فورمول هانت. اون فيت هانت غير عوض هاد لي كونستانت، قال بان الانرجي ديال الفوتون هي 1240، يعني عوض اس سي 1240 على لاندا. غير هاد لا فورمول هادي خصني نحضي، راه ما كنستعملهاش، كنستعملها غير الا كانت لاندا بالنانومتر. سي بون دونك هادي بامكانكم تستعملوا هاد لا فورمول باش تحسب الانرجي ديال الفوتون، كدير 1240 وتقسم على ولاندا ديالك كتحولها للنانومتر وتخدم هاد لا فورمول. بيان سور النيفو ديال الفوندامونتال، دونك شنو قلنا ليتا فوندامونتال كوريسبون ا كوا؟ correspond à intégral fondamental. Ok, donc ça veut dire l'énergie d'IL a E1 liée à la tâche à Céleste, bien sûr, en électrovolt. Donc, l'atome ici, quand on a un peu de temps, il y a des conversions des unités. Il y a une qualité qui est une tâche à Céleste qui joue l'énergie qui se donne le jour. Parce que c'est une tâche à Céleste, c'est une électrovolt. Ok. Il est sous le premier état excité. Correspond à quoi? Premier état X. Donc, dis-moi, je te rappelle comment tu as le diagramme de l'énergie. Donc, tu as le diagramme d'énergie. Il y a n est égal à 1.
هنا عندي ان ايتيكال 2 3 ان ايتيكال 4 ولي زينيرجي ديال هذه قلنا هي ناقص 13.6 هذه كتسمى لو بروميير ايتا اكسيتي يعني كوريسبون ان ايتيكال 2 حيت كاين عاوتاني اللي كيغلط كاين اللي كيسمع بروميير ايتا اكسيتي كيمشي يعوض ان ب ا واش متفاهم هنايا او 2 شحال تكون كتساوي هي ناقص 13.6 مقسوم على 2 بوكاري اللي هي 4 بالنسبه لان ايتيكال 3 يعني لينيرجي ديال النيفو 3 غتكون هي ناقص 13.6 مقسوم على 9 دونك غنبقى طالع طالع حتى نوصل لواحد اللحظه غنوصل بان الانرجي كتلاحظوا بان الانرجي غادي وكتصغر واحد اللحظه تولي الانرجي ايتيكال 0 فوقاش ايتيكال 0 الا كان ان كبير بزاف صديق ان طون فيغ لانفيني دونك هادي وشنو هي هادي شنو كتسميوها قلنا هي الانرجي ديونيزاسيون على سميتها ايونيزاسيون حيت واحد الالكترون تقرا حتى واحد الانرجي بقى يهرب من الاطوم ويهرب من الاطوم واحد اللحظه غادي ما يبقاش ينتمي للاطوم دونك غادي يولي ليبر دونك غادي تولي الاطوم تولي ليا سي تان ايون غادي تفقد الكترون دونك غتولي ايون دونك على هذا الايتا كنسميها ايونيزي اوكي دونك لو بروميير ايتا اكسيتي قلنا كوريسبون او 2 قلنا هي ناقص 13.6 مقسوم على 4 وقلنا ديرنيي ايتا كتسمى ليتا ديونيزاسيون correspond à n قلنا l'infini اللي هو 0 غادي معايا مازال نتبع معايا في الخط دونك نورمالمون خصني نكون سايس مع هاد لابارتي هادي عقلتو على لي سيري دو بالمار باشان حتى هادو كيتحطو نديرو تاي رابيل ولا عقلتو عليهم اوكي دونك بالنسبه لي سيري دونك شنو قلنا هاد لي ترانزيسيون هادو دونك بالنسبه لهاد لي ترانزيسيون دونك عندهم سميات اول واحد يعني فاش كنهبط للنيفو ان ايتيكال 2 كتسمى اون سيري ديال بالمر دونك نورمالمون خصكم تحفظوهم انا نعطي لكم ما عنديش شي ايماج هنايا مي انا نرسمو نحاول نرسمو مزيان اوكي دونك ديما كنحط كما قلت لكم هذا كيتسمى دياغرام انرجيتيك يعني كنحط لي زينيرجي اون فونكسيون ديال الان هنايا دونك هادو هما لي نيفو قلنا لي نيفو غاديين هما كيصغاروا حيت الانرجي غادي وكتصغر دونك هنا قلنا ان ايتيكال 1 ان ايتيكال 2 3 4 ان ايتيكال 5 ياك دابا الا سولتك نورمالمون الالكترون الا كان في النيفو ان ايتيكال 5 وبغى يهبط لان ايتيكال 1 دونك خصو خصك تعطي هاد الانرجي هادي كامله ياك الا كان في ان ايتيكال 4 وبغى يهبط لان ايتيكال 1 خصو يضرب هاد المسافه كامله يهبط هاد النيفو كامل هنايا يهبط النيفو 1 وهنايا يهبط النيفو 1 دونك الالكترون فاش كيدوز من واحد ليتا اكسيتي كيلكونك يعني 5 ولا 4 ولا 1000 ولا ما عرف شنو وبغى يهبط للنيفو اي 1 ان ايتيكال 1 شنو كنسمي هاد لاسيري كتسمى لاسيري ديال ليمان هاد حيت هنا شنو غادي يكون عنده سبيكتر ديميسيون ولا دابسوربسيون واش لاطوم غتعطيني لا لوميير ولا غتابسوربي لا لوميير فاش يكون الالكترون الفوق يهبط لتحت ايميسيون كتسمى اون ايميسيون دونك هذاك لو سبيكتر ديميسيون هذيك لي كولور اللي شفتو اللي كنا درت لكم في الهيدروجين كيعطيك واحد لي كولور دونك هذوك لي كولور كيتسموا لي سبيكتر ديال ليمان او لا سيري ديال ليمان بيان سور كتكون في الفيولي حيت هاد لوميير كيكون شويه انرجيتيك يعني كيعطيني في الفيولي يعني غادي نشوفو شويه فيولي اوكي بالنسبه الا كنتي مثلا عاوتاني في ان ايتا اكسيتي وهبطتي النيفو ان ايتا ايكال 2 مثلا كنتي في 3 وهبطتي ل 2 كنتي في 4 وهبطتي ل 2 كنتي في 5 وهبطتي ل 2 كنتي في 6 وهبطتي ل 2 دونك هذا شنو غادي نسميو غنسميها اون سيري ديال بالمير دونك بالمير كوريسبون ان ايتا ايكال 2 يعني فاش كيكون الالكترون اكسيتي وكيهبط ل 2 ليطاج الثاني اوكي و ان ايتا ايكال 3 كوريسبون كو كوريسبون الباشن دونك غنختن او موان عقل على ثلاثه هادو اوكي دونك عارفين فاش غنبغي نهبط النيفو 3 مثلا من 4 نهبط ل 3 من 5 نهبط ل 3 من 6 نهبط ل 3 دونك هذا غادي نسميه با باشن ونكتب قدامو انتيغراتور دونك عقلوا لي عليها قلنا ليمان فاش كنهبط سيتيون ترانزيسيون دونك هادو كيتسموا دي ترانزيسيون تيتسموا بالتاش
يعني ان ترانزيسيون يعني كيهبط من واحد النيفو اكسيتال لواحد النيفو موان اكسيتال قل منه كتسمى ان ترانزيسيون داكور دونك نديروها طابلو باش نحيدو علينا اون فوا بار توت دونك قلنا بالنسبه لليمان اون سيري دو ليمان هي فاش كتكون ان ايتيغال ا 1 و بي كيلكونك اوكي غير سو كون سوبر بيان سور ا 1 اون سيري دو بالمر قلنا لو نيفو فينال خص يكون هو الجوج و ليتا اكسيتار خص تكون كبر من الجوج بيان سور او لا سيري دو باشن قلنا ليتا فينال هي 3 يعني الالكترون كيهبط من واحد شي نيفو ويهبط للثلاثه و بي خص تكون بيان سور سوبيريور ا 3 دونك شنو كنقصد هنا بان كنقصد هو النيفو فينال هو هذا في هذه الحاله ديالي هنا ان ايتيغال ا بالنسبه للبالمر ان ايتيغال ا 2 بالنسبه للباشن ان ايتيغال ا 3 و بي هي هذه مثلا هنا بي في هذه الحاله هذه قلنا هي 5 هنايا بي ايتيغال ا 4 هنا بي ايتيغال ا 3 مونكس كيما بغات تكون مونكس تكون كبر من 3 بيان سور كاين براشيت وكاين فونت دونك نقلو غير على الثلاثه هادو راه ديجا مزيان هذا دونك ما عرفتش واش ضروري خصكم تعقلوا عليها بالنسبه لليمان ليمان كتكون ديما كيعطيني لا لوميير اللي كيعطيني كيعطيني الترا فيولي اوكي بالنسبه للبالمر كيعطيني الفيزيبل دونك بالمر خصني نعقل عليه بان في الفيزيبل حيت هذه مهمه انفورماسيون مهمه حيت الفيزيبل مهم اوكي دونك الالكترون فاش كيهبط لواحد النيفو مثلا من 3 ولا 4 ل 2 شنو هي لا لوميير الكولور ديال لوميير اللي كيعطيني فيزيبل يعني يا سويت كلام ديالها دونك هادو مزيانين علاش حيت الا مشى قال لك في التمرين حسب ليا واحد لا ترانزيسيون مثلا من ان ايغال 5 ل ان ايغال 2 لاندا اللي خصك تلقى خصك تكون محصور ما بين يا شويه ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر 400 و800 دونك بلا ما نعقلوا عليها مزيان هي اللي كتعطيني في الفيزيبل ليمان و باشن جو بونس با تكون مهمه دونك خلاص ليمان قلنا لي الترا فيولي فيزيبل وعندي الانفراروج اولا نتوما بامكانكم تعقلوا بالترتيب حيت قلنا ليمان هي لا بلوز انرجيتيك هي اللي فيها الانرجي بزاف اوكي الانرجي بزاف شكون اللي شكون اللي انرجيتيك واش لي طرافيولي ولا فيزيبل ولا انفراروج لي طرافيولي راه غادي كتقرب لي زينيرجي فورت دونك لي طرافيولي راه هو اللي قاصح عليها كي كتحمي راسك من الشمس الشمس راه اللي فيها خطير هو لي طرافيولي اما لا لوميير فيزيبل راه ماشي مشكل دونك لي طرافيولي كيكون بلو انرجيتيك مورا كيجي الفيزيبل والتالي ديال الفيزيبل كاين الانفراروج سي بون دونك عقلوا عليها بهذا الترتيب هذا واش متفاهمين لحد الان وي مسيو اوكي دونك دابا بويس درنا ريزومي ديال لا بارتي الاولى بيان سور ما هضرتش على لا فورمول ديال ريدبرغ هذوك لي فورمول ديال بور راه درتهم جوج مرات دونك نورمالمون فوز استونسي يعني تلقاو هذوك لي فورمول كاملين ياك عاقلين عليها هذوك لي فورمول ديال الموديل بور كيفاش لقيت لينيرجي لينيرجي سينيتيك لينيرجي بوتونسييل كنحسب ام في او كاري كندير لا بروميير كونتيفيكاسيون ديال البور سافي دير كل مومون سينيتيك ايتيغال ان اش بار من ان اش بار كنخرج ان في دونك هادي راه درنا شي جوج مرات سي بون دونك ندوزو دابا لا ميكانيك كوانتي او لا ميكانيك اون دي لوا دونك غادي ندير حتى هي غير واحد الريجيمي ومن بعد غادي ندخل لي نومبر كوانتيك اوكي دونك ندير واحد الريجيمي حيت ديجا درتها تيهضرت عليها واحد شويه كاين اللي كيسميها لا ميكانيك كوانتيك دونك كتلقى بزاف ديال السميات كاين اللي كيسميها لا ميكانيك اونديلاتوار كاين شويه ديال لي زوند اوكي دونك شنو كنا درنا في لابارتي ديال هادي كنا درنا ماما نحط لي ديفينيسيون اللي كنت هضرت عليهم نشوف لي بروبريتي بيان سور او بيان سور ندير دي كومونتير دونك غير باش نزربو صافي حيت انا نورمالمون عوا نخدم تمارين نيشان مي ماشي مشكل الا ضبطو لي هادشي مزيان راه ديجا بيان في الميكانيك كوانتيك شنا واحد الحاجه شنا واحد لا دواليتي ولا شنا واحد لي زوند ولا تيوري ديال لوي دو بروي او لي زوند دو لوي دو بروي كتكتب دو بروي اللي كتقرا دو بروي اوكي قلنا لاندا ديال هاد لوي دو بروي كتساوي اش على ام في
كتساوي H على B. En fait, شنو كيقول لي لويس دو بروين؟ دونك عاتاني حنا فواحد بزاف ديال المشاكل في هاد الميكان في لي زاتوم. لي زاتوم واحد العالم اللي فريمون تري تري ديفيرون ديال لو موند كلاسيك، يعني ما كنفهموش مزيان شنو واقع. كاين بزاف ديال لي بيرتورباسيون، كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما بيزار، اللي هما اترونج، بحال عندك شبح اشبح. ولا ما تيقشيش هادشي بيان سور كيما قلت لك مع ليكول ديال اينشتاين، حيت اينشتاين ما كانش كيتيق بهادشي. مي اون فيت ليكسبيريونس بينات بان هاد الناس هما اللي عندهم الحق. لويس دو بروين شنو غادي يدير ليا؟ نبدا باينشتاين. اينشتاين باش يفسر واحد لافي فوتو الكتريك، دونك شرحتكم هذيك المره لافي فوتو الكتريك، قلت لكم عندكم ان ميتال على واحد البانو فوتو فولتايك، بغيتي تقلع منه ان الكترون، دونك شنو خصك تضربو؟ خصك تضربو بان فوتون. سي بون. دونك الكترون بغيتي تقلعو من الميتال خصك تضرب واحد لو فوتون. دونك لا ميكانيك كلاسيك، دونك فاش كنقول لا ميكانيك كلاسيك كنقصد بها التيرمو ميكانيك دي بوان نيوتن هيغنز، دونك هادو كامل كيتسموا لا ميكانيك كلاسيك. اوكي، دونك لا ميكانيك كلاسيك ما قداش تفسر علاش الفوتون كيقلع لي ان الكترون من الميتال، ما يمكنش اون تقلع لك لا ماتيير. سوا هاد لو فوتون هذا خصو يكون ماتيير، يعني خصو تكون اون بارتيكول، وحنا كنعرفوا بان الفوتونات راه سي دو لا لوميير، يعني سي نون ديليكترومغنيتيزم كيما كتقول ليكترومغنيتيزم. دونك ليكترومغنيتيزم كتقول لي بان اللوميير سي نون ديليكترومغنيتيزم. كي درت عرفتها كندير ليكسبيريونس ديال لي فونت ديال يونغ، شنو كنلقى؟ كنلقى اون فيغور دو ديفراكسيون دانترفيرونس. فاش كتلقى لي زانترفيرونس كتقول بان لا لوميير الي اون سي نون. ما لقيتيش لا فيغور دانترفيرونس كتقول بان الحاجه اللي درستيها انت راه ماشي اون، راه بارتيكول. واش مفهوم هاد ليكسبيريونس ديال لي فونت ديال يونغ؟ دونك في لا فيزيك اللي كنعرفو سوا غادي تكون اونت، يعني سوا غادي تكون موجه، سوا غادي تكون اون بارتيكول، سوا غادي تكون جوسي. ما يمكنش تكون جوج بقى وحده، هذه ما كايناش، ماشي لوجيك. مي لا ميكانيك كوانتيك غادي ترد عليا لوجيك. سي بون. ولا بغيتي تعرف هذيك الحاجه انت اللي كدرس واش ماتيير ولا اونت، شنو كتستعمل؟ كتستعمل هاد كيما قلت لكم ليكسبيريونس ديال لي فون ديال يونغ او لي ترو ديال يونغ. شوف مال هادشي داكور. اوكي، دونك الالكترون شنو كنعرف على الالكترون؟ جوج لا ماتيير ولا اونت؟ الكترونات، الكترونات راه شي بيا، راه بحال عندك بيا، بيا راه شي ماتيير، راه ماتيير. اوكي، سافو دير علاش ديت الالكترون؟ شديت الالكترون ودوزتو من هاد ليكسبيريونس هادي، شنو خصني نتوقع هنايا؟ بحال لحتي واحد البيا، بيا لحتيها، شنو غادي دير؟ سوا غادي تدخل من لهنا، يعني في ليكرون ديالك شنو غادي تعطيك؟ غاتعطيك يا اما هاد لاطاش كحله هنايا، يعني بان البيا راه دازت مع التراجيكتوار هذا، يا اما غادي تكون دازت من هنا تعطيك هنايا بلاطاش. سي بون، ما كاينش شي احتمال واحد اخر، ما يمكنش تعطيك التدخلات الموجيه، حيت هادي ماشي موجه. علاش الالكترون؟ حيت كنعرفو بان الالكترون عنده اون ماس، اي حاجه عندها ماس راه عندها ماتيير. اوكي، حيت الموجه اللي ما عندهاش ماس، الموجه راه انتقال ديال الطاقه، اما لا ماتيير عندها اون ماس كاركتيريزي بواحد لا ماس. و سي بون. حنايا فاش دينا التجربه هذه طبقنا على الالكترون، شنو كنلقاو؟ الغريب في الامر كنلقاو دي زانترفيرونس. شنو هي لا كونكليزيون؟ يلا شي واحد يقول لي على شنو هي لا كونكليزيون الا لقيتي قلنا اون فيغور دانترفيرونس؟ يلا الالكترون اي تي نوند. دونك بالنسبه لاينشتاين اعتبر، يعني باش يفسر هذاك لي في فوتو الكتريك، دونك لي في فوتو الكتريك ما دخلش في الموديل ماتيماتيك ديالو، غادي نقول لكم قلت لكم شنو هو. دونك اينشتاين اعتبر بان الفوتون خصو ضروري سيبوزي بان الفوتون سي ان جي دو بارتيكول، او لا على سماه فوتون. دونك فوتون بلا مانيير جي دو بارتيكول سي اون بارتيكول. حنا الفوتون كما قلت لكم قبل كنعرفوا بان سي نوند الكترومغنيتيك. دونك اينشتاين باش يفسر هذاك لا فورس اوبليج عليه يقول بان الفوتون راه بارتيكول. دونك دو بروي غير باش تفهموا الفرق ما بين دو بروي واينشتاين. شنو قلنا اينشتاين؟ لوند الكترومغنيتيك اللي هي الفوتون اعتبرها كوم دو لا ماتيير، يعني سي اون بارتيكول. دو بروي غادي يدير العكس، غادي يعتبر بان لا ماتيير راه سي اون اوند، يعني الالكترون، حيت قلنا الالكترون سي لا ماتيير. باش نفسر هاد ليكسبيريونس خصني اوبليجي عليا نعتبرو كوم اون نوت، ما كاينش شي بديل واحد اخر. دونك عليه هاد ليفي كنسميه لا دواليتي،
دونك هاد لا ماتيغ هادي قلنا عندها اون اوند هاد لوند بيان سور اللي كاركتريزي بواحد لاندا دونك دابخي لا فورمول ديال دو بروي لاندا هي اش على ام في هي اش على بي دونك غادي تسولوني بيان سور علاش الانسان ما كنشوفوش الموجه اللي غاديه معاه حيت الانسان هاد لا ماتيغ دونك فاش نطبقوا هاد لا فورمولا تعرفوا علاش الموجه ديال الانسان ما يمكنليش نديتكتيها باغ كونتر الالكترون فاش نطبق عليها هاد لا فورمولا غادي نشوفوا لاندا ديالو فين كاينه يعني بامكاني نديتكتيها بلي زاباري دو ميجور سي بون دونك دابا نشوفوا في اكزرسيس دونك فهمتوا الفرق ما بين اينشتاين وما بين دو بروي ولا مازال دونك هنايا غادي تجيلي غادي تجيني لا دواليتي اون كوربوسكول دونك الحين اوكي دونك نخليهم حيت نعطيكم بي دي اف ابري دونك من هنا غادي تجيني واحد الحاجه يعني فلاشيل ديال لي زاتوم كتكون عندي واحد الحاجه اللي كتسمى لا دواليتي يعني الحوايج كيتصرفوا دي مانيير بيزار يقدر يكون ماس يعني ماتيير يقدر يكون اوند يقدر يكون بجوج اولا انا كنسميها ني اوند ني ماس يعني بحال اللي قلت واحد ليطا واحد اخرى مازال ما عارفينها مزيان دونك هما لي فيزيسيان باش يحلوا هذا المشكل يقول بان عندي اون دياليتي اوند كوربوسكول دونك فاش تسمع لا دياليتي سافي دير كل ماتيير كتصرف كوم اون اوند ولي زوند كيتصرفوا كوم دي لا ماتيير يعني ما كاينش فرق بيناتهم ماشي بحال لا فيزيك كلاسيك لا فيزيك كلاسيك راه عندي الالكترومغنيتيزم كيهتم غير بلي زوند وعندي لا ميكانيك ديال نيوتن ولا ميكانيك سويت كتهتم غير بلا ماتيير يعني مفرقين بجوج جوج ديال الحوايج اللي هما ديستانك اوكي بحال كنقول لك حجره كتشبه الموجه ديال البحر كتجيني شويه ايلوجيك داكور دونك دابا غادي نبقى غادي مع دو بروي قلنا لا ماتيير ديالي او الالكترون ديالي اون فا اسوسي ليه لواحد لوند هاد لوند بيان سور عندها سي اون فونكسيون ياك لي زوند الالكترومغنيتيزم كنتو كتعرفوا بان لي زوند بلان كيتكتبوا على شكل اكسبونونسييل اوكي دونك اكسبونونسييل اي كا ار اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هادو هما لي زوند بلان اوكي دونك لي فوتون كتكون عندهم هاد لوند بحال هكا اولا دون سيغتان كونديسيون دونك هاد لا ماتيير هادي كما قلنا عندها اينون اللي غادي معاها هاد لوند بيان سور اي لي كاركتيريزي اون سيغتان فونكسيون دونك اوكي C'est bon. Donc, la fonction d'onde, bien sûr, elle va dépendre. Donc, nous allons postulat qui est le postulat de la mécanique quantique. Postulat de la mécanique quantique. Idem. Il a besoin d'avoir les informations à la fois de l'électron ou à la fois de l'atome. Je n'ai pas besoin d'avoir le psi. Cette psi, bien sûr, elle dépend du paramètre de l'espace, x, y, z, ou il dépend du temps. Ok? Radin smiha, qui m'a dit comme la fonction d'onde, ou laquelle qui smiha, l'orbital. Donc l'orbital ou la fonction d'onde, il y a la psi, ou orbital. Donc, si vous voulez que je l'orbital, alors il y a la psi. Ok? وشنو هي هاد بسي هادي دونك غير باش نحيدو هذا المشكل ديال لي ديفينيسيون دونك اون اوربيتال شنو هي اون اوربيتال هي تو سامبلومون واحد لا ريجون في لاسباس دونك نحط لكم لي اوكي ما يمشي عليه دونك واحد المومون بقى اوكي دونك كما قلت لكم هاد لوربيتال دونك هاد لي ديفينيسيون راه كتحطو حتى في لي زيكزام خصني نعقل عليهم مزيان لي اوربيتال شنو هي اون اوربيتال هي تو سامبلومون دونك هنايا بويس كنهضر على لي زاتوم غادي نسميو لي اوربيتال اللي هما اتوميك من بعد غادي نشوفو لي اوربيتال موليكولار اتوميك اوكي شنو هما لي اوربيتال اتوميك Il y a tout simplement une région de l'espace, il y a psi hadi, il y a une région de l'espace. Je vais la caractérisation, comme elle est définie, donc c'est la définition comme là, définie par la fonction mathématique, définie par la fonction mathématique
سي. وشنو كتريبريزونتي؟ ou la particule, donc ou la particule, donc tu as dit, oui, ou la particule, a une probabilité, de présence. Maintenant, normalement, ce qu'on te reconnaît, oui, les kiffes, on a quand même la physique, on sait qu'on a les probabilités. Donc, la mécanique quantique, les probabilités, ou les estimations, c'est que les mots, ils me يعني الا سولتك الا مشات تسولك في لي زيكزامان شنو هي لانتربريتاسيون فيزيك ديال هاد بسي مزيانه تقول له اوربيتال اتوميك اللي يعني قال لك شنو هي شنو كتعني فيزيكمون شنو كتعني اون فيت هاد بسي اون فيت اللي كيهمني انا فيها ما كتهمنيش بسي بالضروره كتهمني الموديل ديالها او كاري والموديل ديالها او كاري شنو كيعطيني كيعطيني لا بروبابيليتي الاحتمال دو تروفي Donc, il y a un F dit X, donc on a la probabilité de trouver maintenant les électrons, entre ou là, dans un volume, il y a un scandale de trois dimensions dans un volume, dit X, dit Y, dit Z, les ouais, dit V. Il y a une idée de psy, il y a une idée de l'électron, l'électron fois la région de l'espace. سي بون مفهومة هذه شوية المهم شوية المهم فاش تدخلوا تقراوا بزاف ديال الكوانتيك تبان لكم بأن هاد الميكانيك كوانتيك فيها حتى شوية ديال الفلسفة اوكي حيت اينشتاين كيما قلت لكم ما تقبلش هاد لي زيدي هادو علاش حيت لا فيزيك نورمال خاصها تكون ديتيرمينيست يعني كتعرف لا كونديسيون انيسيا خاصك تعرف لي كونديسيون تعرف ليطا ديال 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 الحاجة ديال اللي كدرس اوكي دونك كيما كنتو كدرسو في القذيفة الا عرفتي غير الفا وعرفتي لا فيتاس في زيرو يمكن لك تعرف المسار ديال هذا يعني يمكن لك تعرف اشاك انستون تعرف لوبجي ديالك فين كاين يعني نامبورت كيل بالنسبه للميكانيك كوانتيك الا عرفتي لي كونديسيون انيسيال ماشي بالضروره تعرف لي كونديسيون فينال او لا تعرف لا تراجيكتوار دونك نسيت ما قلتهاش عاوتاني خصني نورمال نقول هذه في الموديل ديال الوقت او ميكانيك كوانتيك با دو نوسيون دو تراجيكتوار ما عنديش حاجه سميتها تراجيكتوار با دو نوسيون دو تراجيكتوار اوكي علاش حيت كما قلت لكم دابا راني كنتعامل مع دي زوند اوكي مع موجات الموجه راه ما عندهاش ما يمكنليش نهضر على المسار ديال الموجه موجه شي حاجه طويله في الاسباس ما عندهاش مسار الموجه تفهمي عندها ان ديريكسيون كتبروباغا في ان ديريكسيون اوكي واش غادي معايا مازال متبعين معايا وي مسي نسرين نعم انت اللي هضرتي ولا ايمان انا اوكي ايمان غادي اوكي دابا شنو هاد بسي شنو كتعني هاد لا فونكسيون دوند قلنا خصني نحقلها خصني نعقل عليها قلنا كتسمى اون اوربيتال اتوميك en fait il y a quatre caractéristiques de la région de l'espace mais on va rentrer dans les détails donc intérêt en général mais on va voir la région de l'espace elle a une forme OK elle a une forme soit sphérique soit bien sûr n'importe quelle onde qu'elle traite une équation يعني هذه l'équation واحد الموجه كتحرك في الاسباس يعني راه اوتوماتيكمون غادي تخضع لواحد l'équation donc هاد بسي هادي غادي تخضع لواحد l'équation غادي نسميها l'équation ديال شرودينغر وهاد ليكواسيون هادي كتكتب على هادشي هادي لا فورم ستاسيونير دونك هادي ليكواسيون ديال شرودينغر كتسمى ستاسيونير حيت ما عنديش لو طون اش بسي تيغال ا او او بسي هاد اش هذا كيتسمى لو هاميلتونيا هذا سي تان اوبيراتور اوكي دونك ميمكن تقول لي علاش ما اختزلت ليا هاد بسي مع هاد بسي اون فيت ما عنديش الحق ندير هاد لوبيراسيون ماتيماتيك علاش حيت هذا سي تان اوبيراتور حيت اش اوبيراتور و او هذا سي تان سكالر هذا عدد الا اختزلت ليا بسي بسي اشنو عطاك عطاك اوبيراتور اللي تيقال عدد ماتيماتيكمون ما يمكنش اوبيراتور يكون كيساوي عدد اوكي غتقول لي شنو هو اوبيراتور اوبيراتور راه الكلمه كديفيني راسها اوبيراتور هي خصو شي حاجه قدامه باش اوبير عليها باش يخدم عليها اكزومبل لي زوبيراتور اللي كتعرفو في الماط هما لي ديريفي فاش كنقول لك ديريفي بارابور ا اكس وكنسكت هادي واش عندها معنى واش عندها شي معنى ولا ما عندها حتى شي معنى
هذه معنى حتى شي معنى خصك تقول لي الديريفي دو كوا الديريفي ديال الاكسبونونسيال في هذه الحاله عندها معنى دونك هاد الديريفي كيتسمى ان اوبيراتور نفس القضيه بالنسبه لي ماتريس داكو دونك هاد اش حتى هو راه سو فورم ديال لي ديريفي دونك مازال نعاود نكتب هاد اش هادو سو فورم ديال لي ديريفي مي قبل ما نوصل ليكواسيون ديال شرودينغر ونناقشها مزيان غنوقف واحد اللحظه غادي ندوزو دابا دونك اوك هنايا دونك نحاول نكتب لا بروبابيلتي دو بريزونس باش ما نساوهاش حيت كيطلبوها في الاسئله دونك فاش يقول لك جبد لي لا بروبابيلتي دو بريزونس ديال الالكترون فواحد الفوليوم دي دي في كما قلت لكم هي المودول ديال بسي او كاري فوا دي دي في دونك هاد لو نومبر هذا كيتسمى لا بروبابيلتي دو بريزونس dans un volume dv coordonnées cartésiennes comme c'est dit x dy dz OK يعني شنو كتبغي دير نتا كتخسر واحد لا ريجون في الاسباس الا بغيتي تعرف الاحتمال دونك الالكترون كما قلت لكم يقدر يكون في نيمبورت كيل مون نيمبورت كيل بلاصه علاش حيت كيجبد لواحد الموجه ما عندهاش بلاصه تقدر تكون في بزاف ديال البلايص دونك الا بغيتي تعرف غير الاحتمال ديال الالكترون مثلا باش يكون في هاد دف هذا كتطبق هاد لا فورمول هذه une question il a donc on a une dimension باش تفهموا مزيان donc عندي une dimension ياك عندي واحد الالكترون فهاد une dimension واحد الالكترون فشي قنت هنايا هنا بيان سي عندي موالفين هنا في سافين الا سولت وي مسي سي كانت الالكترون كان عندنا موجه اها دونك نقدروا فشي بلاصه نلقاو غير بارتي من ديك الموجه لا دابا يعني ماشي بالضروره نلقاو الالكترون هاد الموجه هادي كما قلت لكم ما عندهاش اون انتربر ماشي بحال الموجات اللي كنعرفوا حنا في الفيزيك لا فيزيك كنعرفوا الموجه شنو هي هي انتقال ديال الطاقه ياك يعني شي حاجه اللي كنلمسوها مثلا فاش كنهضر انا فاش كنهضر معاك راه اون فيت شنو كندير راني كنمشي الصوت ديالي كي فيبري لير يعني كي انتشار واحد لا فيبراسيون وهذاك لير كيتسترادوي بالميكرو الميكرو يعني هذاك لو تيب ديال الفيبراسيون هو اللي كيعطيني داك الصوت كيوصل لكم نتوما عاوتاني الصوت كيعاود يتكونفيرتا الفيبراسيون ديال لير وكيوصل لكم ودنيكم ودنيكم كترجم هذوك لي فيبراسيون بالنسبه لهذه الموجه هذه كما قلت لكم كتسمى موجه ديال الاحتمالات يعني ماشي شي اوند اللي هي فريمون فيزيك اوكي فهمتي الفرق ما بين هذه الموجه اللي كنعرفوا حنايا وهذه الموجه اللي كنهضروا عليها دابا هذه راه سي اوند كما قلت لكم لانتربريتاسيون فيزيك ديالها سي اوند دو بروبابيليتي دونك بحال فيها غير احتمال كتعطيني غير احتمالات دونك هذه لانتربريتاسيون ديال ماكس بورن ما هضرتش عليه كان اللي هضر عليه قبل دونك ماكس بورن هو اللي عطى لانتربريتاسيون فيزيك يعني بحال عندك الاحتمالات غير احتمالات يعني بحال عندك اعداد واحد على جوج دونك هنا مثلا اوكي دونك هذا هو النوايو هنا قلنا عندي الالكترون يا تولك شنو هي البروبابيليتي باش نلقى الالكترون في هذه لا ريجون هنايا قدام النوايو او لا فوسط النوايو هنا لا بروبابيليتي تكون نول حيت الالكترون قلنا ما يمكنش يكون قدام النوايو كيكون ضروري بعيد عليا بواحد هذاك ار ان اللي شفنا في الموديل ديال بور يعني في هذه لا ريجون هذه لا بروبابيليتي تكون صغيره بزاف قدام هاد ان ايتيغال 1 هنا لا بروبابيليتي غادي تكبر دونك غتكون عندي شي حاجه دايره بحال هكا هنا نيو وهنا تولي امبورطون هنا دونك اون فيت هاد الموجه اللي كنهضر عليها كما قلت لكم لا ميكانيك كوانتيك فيها شويه ديال الفلسفه دونك هادي دونك انتما كيفاش تاخذوها واحد لا فونكسيون ماتيماتيك هاد لا فونكسيون هادي سميناها فونكسيون دونك مي هاديك لوند اللي كنهضر عليها راه واحد لوند اللي كما قلت لكم موجه ديال الاحتمالات يعني ما عندهاش اون انتربريتاسيون اللي هي فيزيك او لا دونك انا خربت كنقول لكم لانتربريتاسيون فيزيك مي اون فيت لانتربريتاسيون ديالها ماشي فيزيك سي بون دونك هاد لا فونكسيون هاد الداله هادي كتعطيني غير لا بروبابيليتي باش نلقى الالكترون في واحد لا ريجون ديال الاسباس تو سامبلوم خدوها بحال هكا سي بون ايسي وي ميرسي ميرسي اوكي هاد لا فونكسيون دابا خصني نجمع عليه بزاف ديال لي زانفورماسيون ياك اول حاجه اللي سولتك كما قلت لكم دابا عرفنا لانتربريتاسيون ديالها عرفنا بان عندها علاقه مع لي بروبابيليتي مع الاحتمالات غير لو فيت باش انا ندخل الاحتمالات في الفيزيك كما قلت لك راه شي حاجه اللي هي اي لوجيك اوكي دونك كما قلت لكم الا ما تقبلتوش هذا الشيء راه توتا في نورمال راكم مع ليكول ديال اينشتاين ما اوبليجي عليك تمشي مع ليكول ديال شرودينغر وبور وخوتو و دونك غير باش نعطيكم لي زيد كيفاش كان كيتطور هذيك الساعه دونك اينشتاين فاش يعني فاش بدا كيشرح له بور هذا الموديل هذا الكوانتيك هذه وبلانك وخوتو
كنقول لهم زعما قال لهم كتهضروا على الليكروبيليتي، قال لهم بان راه عنده واحد الكلمه مشهور كيقول بان الله لا يلعب بالنار، يعني ديو نو جو با او دي. اوكي دونك هذه واحد المقوله ديال اينشتاين، ديو نو جو با او دي. شنو هما لي دي؟ هو هذاك عرفتوا لي دي، هذاك المكعب اللي فيه جوج ثلاثه ديال الشرطات وكتلوحوا كيتكوروا على حسب لو نومبر واش ربحتي ولا خسرتي. يعني بان الله ما يمكنش يختار شي حاجه اللي فيها احتمالات، يعني كلشي عنده اكزاكت. اينشتاين كلشي عنده بيان ديزيني بيان ديسيني، كلشي اكزاكت، كتعرف لي كونديسيون انيسيال، كتعرف يمكن لك توقع على تراجيكتور بلي زيكواسيون ديال نيوتن. اينشتاين زاد كبر نيوتن ردها لا غولاتيفيتي. شنو كان كيرد عليه بور؟ دونك هذه هي المقوله ديال اينشتاين باش لكم دي زيدي اللي هما فيلوسوفيك. بور كان كيقول له cesser de dire à Dieu de quoi faire. يعني كان كيقول له الجواب تاعو ديالو في الفلسفي كيقول له ما تقولش الله شنو غادي يدير، يعني الله لي زاتوم دا حطهم هكا، دونك ماشي انت اللي تاوبري على الله بانه شي حط لي بروبيتي وانا شي حطهم. اوكي دونك كتلقاو بزاف ديال المطايفه ما بين اورمداب زعما بين اينشتاين وبور على هذا الميكانيك كوانتيك. وكما قلت لكم لو سوكسي ديال لا ميكانيك كوانتيك راه ريال، يعني هادشي اللي كيبان لكم نتوما ايماجينير، الالكترون اللي سو دي بلاص، لا ماتير عندها اينوم كيبان لكم ايماجينير، مي اون فيت لي زيكسبيريونس كاملين ما كاين حتى شي اكسبيريونس اللي كتعكس هادشي. اوكي غادي نرجع لهاد دي بي. عندي واحد الالكترون كتكون فواحد لاكس اكس كيبالالي فواحد لاكس اكس ان ديمونسيون، دونك غادي نخدم بان ديمونسيون باش تفهموني مزيان، حيت 3 ديمونسيون بامكانكم جينيراليزيو. الا سولتك الا قلبتي في لاكس اكس، دونك عندك واحد لاباري ميزور كتمشي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، وسولتك واش تلقى الالكترون ديالك 100% ولا ما غاديش تلقاه؟ تلقاو ويمشي غير تلقاو. اوكي سامي ديال غير درتي لانتيغرال ديال هاد دي بي هادي، يعني بحال درتي لاسوم ديال توت لي بروبي خصك تلقى ايتيغال ا ان، يعني سي او كاري دي اكس ايتيغال ا. هادي كتسمى ان كونديسيون دو نورماليزاسيون خصني حتى نكون عارفها. دونك انا عرفت واحد الحاجه عاوتاني على هذا البسي هذه، عرفت بان لانتيغرال ديال بسي او كار دي ديكس هي ايكال ان، دونك هذه انفورماسيون زوينه او مو عرفت عليها شي حاجه. سي بون مسيو عافاك شنو هي ديك سي ان؟ اوكي دونك انا نكتبها كونديسيون دو نورماليزاسيون، اون كونديسيون شرط ديال نورماليزاسيون، حيت كنعرف قلبتي كنعرفو في لي بروبابيليتي اللي شفتو في الماط بان عندك هاد لو دي هذا هاد لو دي اللي حتيه درتي لا سوم ديال جوج ديال جميع لي بروبابيليتي خصك تلقى واحد مثلا باش تلقى هاد لافاس هذا شحال بروبابيليتي باش تلقى هاد لافاس؟ هي واحد على سته، هاد لافاس هي واحد على سته، هذا واحد على سته، الا درتي واحد على سته زائد واحد على سته زائد واحد تلقى هي واحد. اوكي دونك هادي سي كونديسيون دو نورماليزاسيون. حنا كنعرفوا عليها بعدا شي حاجه. سي بون دابا لي نومبر كوانتيك جو بونس غادي ندخل الكورنيشن باش هكا نافونسيو. دابا المشكل ما عرفتش واش الشيخ خصني نعاودو ابري مع الدراري الاخرين حيت ما حضروش، دونك هذا هو المشكل. كاين اللي كيقول غادي نحضر غادي نحضر، صدق في التالي ما كيجيش، دونك اوبليجي علينا ما عرفتش واش نافونسي معاكم هنايا. واخا نعاودو شي حويجات في لاسيون جاي ما كاينش مشكل. ماشي ماشي مشكل الا بغيتي زعما حتى شي سيونس اخر باش يكون كلشي، ماشي مشكل حيت هادشي نورمالمون درنا. دابا نتمنى غير الدراري يقراو يعاودو يشوفوا لا فيديو. اوكي دونك دابا كما قلت لكم هادشي اللي كتقولي لي لا ميكانيك كوانتيك. المشكل دابا كما قلت لكم فاش كيكون عندي بزاف ديال لي زيكترون، دونك تخيل عندي اتوم فيها 30 الكترون، هاد لي زيكترون كيفاش غادي تبلاصاو في هذيك لي زوربيتال اتوميك ولا في هذوك لي كوش اتوميك؟ اوكي دونك هنايا غادي دونك هضرت غادي نمشي غير بشويه. دونك هضرنا على لو نومبر كوانتيك، عقلتو على لو نومبر كوانتيك برينسيبال ولا ما عقلتوش عليه؟ مين جايني هذا لو نومبر كوانتيك برينسيبال؟ لو نومبر كوانتيك برينسيبال اللي سميتو ان، مين جايني هذا ان هذا الا عقلتو عليه؟ فين لقيت هذا ان؟ هنا موديل جبتو من لو موديل ديال بور.
عقلتوا على الموديل ديال بور، هو اللي عطانا ديك او ان تيكال ناقص 13.6 على ان او كاري. هاد ان دونك هذا كيتسمى لو نومبر كوانتيك برينسيبال، هو اول نومبر كوانتيك غادي نلقى. بيان سور غادي نلقى خصني بليزيور نومبر كوانتيك باش نفسر كيفاش كيتبلاصاو هذوك لي اتوم على على لا موليكول ديالي او على النوايو ديالي. اوكي دونك فاش كيكون ان تيكال 1 دونك هادو غادي نسميهم دي كوش، دي كوش اتوميك. هنا قلنا عندي النوايو اوكي n est égal à 2 n est égal à 3 donc هاد n est égal à 1 عندهم واحد السميات دونك كنكتبو لكم هنا باش نتعاودو. دونك فاش كتكون n est égal à 1 و 2 و 3 و 4 عقلتو على لي كوش كنتو كتسميهم في 5ème كنتو كتسميهم ك ل م ن او ب ك ر. اوكي دونك هذا هو السامبول ديال لا كوش. دونك فاش كتكون n est égal à 1 دونك هاد لا كوش كنسميها ك، هاد لا كوش كنسميها ل، هاد لا كوش كنسميها م. C'est bon. Donc chaque couche, il me laisse malgré un certain nombre d'électrons. Il me laisse beaucoup d'électrons. D'abord, quand j'aime le modèle de l'hydrogène, d'abord quand on regarde les atomes à plusieurs électrons, il y a beaucoup d'électrons qui font que les électrons vont être placés dans les orbitales. Donc, c'est la question que nous allons répondre à la fin. Nous avons dit que la première chose, c'est de se placer dans des couches. C'est la couche K. C'est la couche K qui supporte deux électrons. يمكن لاش تفوت من جوج ديال لي زيكترون. دونك دابا نشوفو لا فورمول جينيرال ابري غادي نهضر على واحد لو نومبر كوانتيك. دونك غادي نسميه لو نومبر كوانتيك سكوندير حيت لاخر برانسيبال سكوندير اولا كاين اللي كيسمي ازيميتال. اوكي كنرمز له لو نومبر ال، يعني فوسط هاد لاكوشكا دونك الا زدتي زوميتي بحال درتي واحد الزوم على هاد لاكوشكا شنو غادي تلقى؟ غتلقى دي سوكوش مكونه حتى هي من دي سوكوش، وهاد لو نومبر ديال هاد لي سوكوش هي سون كاركتيريزي بواحد لو نومبر اللي سميتو ال. سي بون دونك هاد ال كيما قلت لكم ال كاركتيريز، دونك ال ال كاركتيريز ماشي لاكوش مي لا سوكوش كاركتيريز لا la sous-couche occupée par l'électron. Donc on a dit que c'est l'analogie. Donc en fait, on a dit les électrons qui mettent les électrons dans cette place. Donc imaginez que c'est une tar. Les électrons sont bien. La tar est composée des étages. Bien sûr, chaque étage fait des d'orbes. OK. دونك ليطاج اللي كاركتيريزي بواحد النومبر ان، مثلا فاش كيكون السفلي كتكون ان ايتيغال 1، فاش كيكون هنايا ان ايتيغال 2، ان ايتيغال 3. عاوتاني فوس السفلي كيما قلت لكم فيه دي شومبر اولا دي زيموبل. هاد لي زيموبل اي سون كاركتيريزي بواحد النومبر ان اللي تيغال مثلا 0، ان ايتيغال 1، ان ايتيغال 2. وفوس هاد لي زيموبل عندي دي شومبر، هاد لي شومبر غادي نكاركتيريزيهم بواحد لوطخ نومبر غادي نسميه ام. نسميه ام ال. اوكي يعني الالكترون راه كيمكن له ياخذ بحال اللي كياخذ غير واحد الغرفه فهاديك الدار هذيك، ما كياخذش الدار كامله ولا ليطاج كامل. بيان سي غادي نشوفوا هاد لي نوم هادو كيخدعوا لسيغتان غايكل. بالنسبه ل ال الا بغيت نعرف لي فالور ديال ال، ال كيكون ديما دونك الى بارتيان انتر 0 حتى ل ان موان 1 داكور. ان هو لو نوم كوانتيك برينسيبال. دونك غنحط لكم عاوتاني لي فالور هنايا. دونك فالور دو ال ونحط لكم لو سامبول ديالو valeur de L ou symbole rams de la sous-couche, symbole de la sous-couche. Donc, si L est égal à 0, la sous-couche qu'on se met à la sous-couche S, sphérique. Parce que si L est égal à 1, la sous-couche qu'on se met à la sous-couche P. L est égal à 2, la sous-couche D. L est égal à 3, la sous-couche F. Ou L est égal à 4. G حيت نحط الانتيغرال 5 عندي F. اوكي دونك لا فالور ديال هاد ال هادي عندها واحد الرمز ديالها باش نسهلوا علينا من بعد لي زانتربريتاسيون. انا رمز لهم باس، يعني ايماجيني بان ان ديالك ايتيغال ا 1، دونك هذاك لو نومبر كوانتيك برينسيبال ايتيغال ا 1،
الا سولتك شنو هما لي فالور بوسيبل ديال ال، شنو قلنا ال محصوره ما بين الزيرو حتى الان موانزه. اوكي دونك نكتبها لكم هنا، نكتبوها بهذه الطريقه هذه، ال كتكون محصوره ما بين الزيرو و ان موانزه. في هذه الحاله ديال ان شحال كتساوي؟ الى عوضتي ان بواحد تجيك واحد ناقص واحد هي زيرو، دونك ال محصوره ما بين الزيرو و الزيرو، تساوي تحكو ال غادي يكون كيساوي كيساوي زيرو، شي عدد محصور ما بين زيرو و زيرو هو زيرو. سي بون، هاد قلت لكم فاش كتكون ال تيكالا زيرو، سافي دير هاد السكو شنو سميتها؟ اس. علاش سميتها اس؟ حيت كما قلت لكم غادي تكون هذيك لا ريجيون في ليسباس او هذيك الزربيطا اتوميك كيشبهوا شي سفير. من بعد نشوفوا كيفاش كي دايرين هاد لي سكوش هادو، كيفاش في ليسباس كيفاش دايرين، اكسيتيرا اكسيتيرا. مفهومين دابا هاد لو نومبر كوانتيك ازيميتال؟ دونك كما قلت لك البروبليم هنايا عندي بليزيوغ الكترون، عندي بزاف دابا كنهضر على لاتون بليزيوغ الكترونيك بول الكترونيك. هاد لي زيكترون ما غاديش يمشيو كاملين يمشيو للنيفو فوندامونتال. اوكي سينو غادي يوقع ليا مشكل. يعني تخيل عندك اتوم في الان تي قال اه عندك لي عندك 80 الكترون، شنو غادي يوقع ما بين لي زيكترون؟ شي غادي يبقى يدخل شي، دونك غادي لا ماتير غادي تولي انستابل، ما غاديش يبقى ليا ستابل. دونك اون فيت هاد لي زيكترون دابخي لا ميكانيك كوانتيك كيتبلاصاو في دي زيتاج، وشاك ايطاج فيه ديور كيتبلاصاو في هذوك الديور تو سامبلومون. و سي بون، دونك دابا غادي نشوفوا هاد لي ريغل كيفاش نبلاصي دي زيكترون فهاد 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 الموبل هذا ديالي. واش مفهوم هادشي ساكلا؟ إيمان سي بون؟ دابا دابا بويسك هضرنا على ال غادي نهضر على لو نومبر كوانتيك مانيتيك، دونك نسميه لو نومبر كوانتيك الى عيسي قولي علي باش نوقف نومبر كوانتيك مانيتيك غادي نرمز له ب ام ال. دونك بويسك هنا عندي واحد مانيتيك سافي غادي اكسبليكي ليا لو مانيتيزم ديال لاتوم، عنده علاقه بالمانيتيزم نسميه ام ال. عاوتاني هذا سيت ان نومبر اللي هو اونتي، حتى هو اونتي بحال ال وبحال ان كاملين دي زونتي. غير هذا ام ال هذا يكون عنده علاقه بال، يعني درت انا لانديس ال يكون كيكون محصور ما بين ناقص ال وما بين زائد ال، وغالبا ما غادي نبقى نرمز له بون كاز، غادي نسمي اون كاز كوانتيك. دونك فاش نكتب هكا صافي راني كنهضر على ام ديالي. اوكي دونك باش نكارك باش غرافيكمون، يعني باش حيت من بعد غنحتاج هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك، غنبقى نرمز له بان كوش بهاد الدويره هاد او بهاد ال... وكاين لو نومبر كوانتيك دو سبين، هي فاش كتكون اس ايتيغال ا ان دومي او هاد ال ايتيغال ا بلوز او موان ان دومي. اوكي دونك كنسميه لو نومبر كوانتيك دو سبين. دونك بويس غادي نهضر على لي زيكترون، دونك من الافضل نهضر عليه. دونك لو نومبر كوانتيك دو سبين، دونك كنرمز له بام اس. اوكي في هذه الحاله اس اللي هو كيشبه ال ال، دونك كيكون كيساوي عنده اون سيغتان فالور كيكون كيساوي ان دومي او لا بلوز او موان ان دومي، يقدر يكون كيساوي بلوس ولا موان. وغادي نرمز له دونك حتى هو بان كاز كوانتيك. هنايا الا كان الالكترون، دونك الالكترون سواء غادي يكون عنده اس ايتيغال ان دومي سواء غادي يكون عنده اس ايتيغال موان ان دومي، عنده جوج ديال الحالات. سوا سبين ديالو دونك هذا ستان نومبر تاعو ما عندوش ايكيفالون في لا ميكانيك كلاسيك، ما يمكنليش نشرحو نورمالمون. سبين هي روتاسيون، مي روتاسيون شويه بعيده على لا ميكانيك كوانتيك. اوكي دونك هذا كنقولو ان با ديكيفالونس باش نفسر هاد السبين هذا. دونك الالكترون ديالي غادي يكون عنده جوج ديال لي سبين، سوا غادي يكون عنده اب سوا غادي يكون عنده داون. اوكي دونك غنبقى نرمزلو الا كان الفوق سبين ان دومي، دونك هذا كنقصد به ان دومي، وهذا الا كان هابط لتحت كنقصد به اس ايتيغال ا موان ان دومي او لا ام اس ايتيكال. دونك هنا شي بعض المرات كيسميوه اس او ام اس او اس بحال بحال. سي بون جو بونس نوقف هنا باش ما نزيدش نافونسي. من بعد نهضروا على لو برانسيب ديكسكلوزيون دو باولي. البرانسيب ديكسكلوزيون دو باولي كيقول لي بان في هاد لاكاز كوانتيك يعني واحد ام دوني ما يمكنش دوز الكترون يكون عندهم سبين،
سواء غادي يكون واحد اب واحد داون سواء الاخر داون والاخر اب ما يمكنش يكون عندهم جوج بيهم اب ولا جوج بيهم داون اوكي سينو غادي يوقع ليه مشكل يعني دوز الكترون غادي يكون عندهم نفس لا فونكسيون دون سافو دير جوج ديال الكترون هو النيس الكترون هو النيس اوكي دونك نسيت ما قلتهاش قبل بان هذيك بسي كاتكاركتيريزي دابا غنبقى نرمز لها بسي ان ال ام حيت كديبوندي بثلاثه ديال لي نورم كوانتيك هادي اون فيت شنو كتمثل ليا كتمثل ليا هي لا كارت ديدونتيتي ديال الكترون هي البطاقه التعريف ديال الالكترون كارت ديدونتيتي دو الالكترون سافو دير الا سولتك واش جوج ناس بالامكان يكون عندهم نفس لا كارت ما يمكنش يكون عندهم نفس لا كارت نفس لي دوني سافو دير كو شاك الكترون في لاطوم ديالي عنده بسي ديالو يعني دو الكترون ما يمكنش يكون عندهم نفس هاد بسي هادي اوكي دونك هادي غادي نسميها لو برانسيب ديكسكلوزيون دو باولي يعني شاك الكترون عنده ان والال والام والاس ديالو بوحديتو ما كيتشاركش حتى شي وحده اخرى معاه داكو اوكي دونك غادي نوقف هنايا جو بونس تنكملو مع الدراري الاخرين سينو الا عندك دي كيسيون نيزيتي با يعني عندك دي كيسيون ما كاينش شي مشكل ميرسي مسيو اوكي كنت عوان خدمت هاد التمرينات في هادشي ديجا موجود التمرينات بغيت ما طلعوش بزاف دونك اليوم مره واحده اخرى اوكي دونك غادي ندير غير واحد ليكزومبل ايماجيني عندك ان الكترون دونك قلنا بان الالكترون لاطوم في هذه كوش ياك هاد لي كوش شنو سميتهم قلنا اي سون كاركتيريزي قلنا سميتهم كاركتيريزي بواحد النوم كوانتيك اللي سميتو برينسيبال يعني ان ايتيغال 1 هو اللي هضرنا عليه في لو موديل ديال بور ان ايتيغال 1 ايتيغال 2 قلنا هاد لي سوك هاد لي كوش هادو مكونين من دي سوكوش فيهم دي سوكوش لي زوم تاعهم تلقاهم اون فيت راه بحال البصله يعني قشور اوكي هاد لي سوكوش لي سون كاركتيريزي بواحد النوم اللي سميتو ال وفوت عاوتاني هاد ال هذا عندك جوج ديال الغرف سواء غادي تكون ماشي جوج الغرف دونك حنا نشوفوا الحالات ايماجيني دابا عندك ان ايتيغال 1 دونك لوبجيكتيف ديالي كيعطيني في التمرين ان ايتيغال 1 مثلا ولا ان ايتيغال 2 ان ايتيغال 3 كيقول لك خرج ديال لي زوتر نومب كوانتيك ان ايتيغال 1 شنو قلنا سميت هاد لاكوس سميتها قبيله كتكون هي كا ياك يلا شنو هي ال شنو هما الاحتمال بوسيبل بالنسبه لال ولا نبدا بان اوكي نبدا بان ايتيغال 1 شنو قلنا ال كيكون محصور ما بين الزيرو والان موان زيرو يعني ال غادي يكون محصور ما بين الزيرو والزيرو يعني ال تيكال زيرو ال تيكال زيرو شنو هو الرمز اللي عطيناه له قلنا هي لوربيتال اس سي بون دونك هنا لقيت لا فالور بوسيبل ديال ال ولا لقيتي لا فالور بوسيبل ديال ال يمكن لك تلقى لا فالور بوسيبل ديال اس ولا ام اس شنو هي ام اس في هذه الحاله شنو قلنا ام اس كيكون محصور ما بين ناقص ال دونك لا فورمول ديالو ام اس او ال ام ال كيكون محصور ما بين ناقص ال وزائد ال يعني ام اس حتى هو غادي يكون كيساوي زيرو دونك ام ايتيغال ا زيرو الا بغيت نريبريزونتيها سافيغ عندي اون كاز كوانتيك الا كانت ام ايتيغال ا 1 سافيغ يكون عندك جوج ديال لي كاز كوانتيك ام ايتيغال ا 2 ثلاثه ديال لي كاز كوانتيك دونك ندوز لاكوش الثانيه باش نشوفوا لي زوتر فالور قلنا ان ايتيغال ا 2 سافيغ كيل كوش راني في لاكوش كا قلنا هذه لاكوش ال اوكي سميتها لا سامبول ديال هاد لاكوش هذه سميتها ال يلا الا قلت لك عطيني لا فالور بوسيبل ديال ال بالنسبه لال شنو قلنا محصور ما بين الزيرو و ان ناقص واحد اللي هي واحد الا سولتك شنو هو لا فالور بوسيبل ديال ال سواء غادي يكون كيساوي زيرو سواء واحد عندي جوج ديال لي فالور بوسيبل سواء زيرو سواء واحد اوكي دونك نحطهم هنايا ال تيغال زيرو او لا ال تيغال واحد ال تيغال زيرو شنو سميت هذه سميتها لوربيتال اس ال تيغال واحد سميتها لوربيتال بي داكو غنمشي ل ايتيغال زيرو شنو هي الفالور بوسيبل بالنسبه ل ايتيغال زيرو هو اللي ديسكوتي في هذه الحاله الاولى هو ام ال ام ايتيغال ا زيرو يعني عندي ان سول كاز كوانتيك ندوز دابا ل ايتيغال 1 الا كانت ال ايتيغال 1 شنو قلنا لي فالور بوسيبل ديال ام ال قلنا كتكون محصوره ما بين ناقص ال والال دونك شي عدد محصور بين ناقص واحد والواحد سافيغ شنو هما لي فالور بوسيبل ديالو ساشون كو ام ال سي تان اونتي يعني يمكنلوش يكون كتساوي واحد على جوج ولا صفر صفر دونك ام ال سواء غادي يكون كيساوي ناقص واحد سواء غادي يكون كيساوي الزيرو سواء غادي يكون كيساوي الواحد دونك هادي كوريسبون ان كاز كوانتيك ام ال هاد لا فالور ديال ام ال كوريسبون ان كاز كوانتيك هاد لا فالور ديال ام ال كوريسبون ان كاز كوانتيك دونك شحال يكون عندي كاز كوانتيك في الحاله
ثلاثه ديال لي كاز كوانتيك سي بون. دونك هاد لا كوش هادي غنبقى نريبريزونتيها بحال هكا. قلنا هادي كوريسبون ا ام ال ايتيغال ا زيرو، نحطو بوحديتها حيت قلنا ام ال ايتيغال ا زيرو ان اوربيت اس او لا دو زيس فهاد الحال حيت ان ايتيغال ا دو. وهاد ثلاثه غادي نجمعهم بوحديتهم، نحطهم ثلاثه بهم في طبقه واحده بحال هكا. اوكي دونك هادي فاش كتكون ناقص واحد، هنايا فاش كتكون زيرو، هنا فاش كتكون وهاد لوربيتال هادي كوريسبون للبي حيت قلنا شكون اللي كيعطينا ثلاثه ديال لي فالور؟ كيعطيها لي ان ايتيغال ا 1، وان ايتيغال ا 1 تكون قبيله سميتها سميتها لا كوش بي. وهادي شكون اللي كيعطيها لي؟ كتعطيها لي ان ايتيغال ا 0، وان ايتيغال ا 0 سميتها سميتها لا كوش اس. اوكي وي مسيو. ولا سولتك شحال من الكترون يمكن لها تسيبورتي هاد لا كوش هادي، شحال من الكترون يمكن لي ندخل فيها نجمع فيها؟ شنو قلنا؟ شاك كاز كوانتيك ميمكنلاش تهز كثر من جوج ديال لي زيلكترون، لا غيغل برانسيب ديكسكلوزيون ديال باولي. وهاد لي دو زيلكترون غادي يكونوا دو سبين ديفيرون، يعني غير واحد يكون طالع الفوق، واحد غادي يكون هكا، واحد غيكون طالع الفوق، مايمكنش يكون عندهم بجوج بيهم طالعين ولا بجوج بيهم هابطين. يعني شحال ماكسيموم ديال لي زيلكترون يمكن لها تسيبورتي؟ هي 8 ديال لي زيلكترون. سي بون؟ دونك 6، دونك لا كوش لا سو كوش بي كتسيبورتي 6 ديال 6 ديال ليزيكترون، ولا كوش اس كتسيبورتي 2 ديال ليزيكترون. دونك بجوج بيهم غادي الماكسيموم اللي يمكن ندخل فيهم هما 8 ديال ليزيكترون. داكوغ دونك جو بونس هادشي غادي نعاود. دونك نبدا نوقفو هنايا. نتوما قلتو وصلتو لا غير ديال الشوسي، دونك راه نتوما غادي معايا في الكور مزيان. وبالنسبه للزيكزيرسيس دونك هذا الموديل ديال لاتوميستيك والليزون راه ساهل بزاف، يعني خصني غير نعرف نلعب بهادشي ونعاود هادشي. دونك فاش نخدموا لي تي دي غادي تبان لكم بان شي ديال الكول اللي درتو دابا في الكول غادي نعاودو في لي تي دي اون ابليكي على دي زاتوم بيان بارتيكولي سوا الكربون سوا الليثيوم اكسيتا اكسيتا. داكور داكور ميرسي مسيو. يلاه نخليك صحاب طوركم.